هل فضي حد يلتهي هاي المباشر ها المباشر شركات انها جفايت الكاميون الاول كزلا القدرون بحال هكا كزلا هكشي كي بندر طريق بالكحل دير فيها شوية ديال الساق وكيجو هاد الناس من وراها زوج خدامة في الكاميون كيلوحو الكرافي حتى كيدرقو هاديك الكحولية هاديك كيجيو الوطا من بعد كيبقاو يدوسو فوق داكشي باش كيقصح ولا يلصق بينا ما طاحت شوية شتا ويتقلع عاود. هادي هي التهيئة في المغرب، هادي هي الفتنة اللي ما كنبغيوش الفتنة، هادي هي بلادنا. ها على المباشر هادشي هانتوما تشوف ورا الكاميون جا من هيها ورا نزل لهيها لتحت عاود ها راه لهيها الجباد بنفس الطريقة كيف بنتر شوية نعم هذا بنتر خمسر ان رامي بعدين كينا القرافي صافي ها حفرة هذيك حفرة قداش فيها سوكوس ها ما كيرمي فيها شوية ديال القرافي كيديروا خدمتهم مساكن ولكن المجلس البلدي اللي قايم على هاد الشيء الشركة اللي شادة هاد الشيء واحد البلاصة نساوها ما لقاوش كيديروا يوصلوا لها هيا زيد هانتوما كتشوفو بعينيكم واش هادي هي الفتنة ولا اللي كيقول لهم صوبو لنا حقنا هي الفتنة ولا مبقيناش فاهمين هاد البلاد شنو ضروري ها الناس قدامين كيديرو خدمتهم الله يحسن عونهم ولكن شكون اللي غادي يتابعهم وشكون اللي كيسني المارشي لهاد الشيء وشكون اللي كيقول لهم بلا راكم متفقين تكون سيبا درون كامل مشى بهاد الطريقة وها انتم غادي تمشيو تشوفوا درك الخدمة اللي داروها القطرون اللي داروا ها الخدمة ها ها الريزلت يعني تجي في درك برجلك منها تلصق وإلا كنت بالحفة بالحفة تحرقت ها ها التهيئة ديال المغرب ها التهيئة اللي داروا ها هادي في حي الكاريان هادي كاملين الناس كيعرفوا الزنقة على مكان وشوف هاد البلاصة هادي هي متى راك تشوف الشريف راهم يوسخوا ماشي كي هاد البلاصة هادي كانت مدسوسة عليهم ما قدرش يلوحوا فوقها الكرافي ملي دات فوقها الكاميون هي ولات الحفرة ولات كتبان الطريق وكان تمشي تشوف البروجي درك تلقاهم دايرين لك واحد المليار ونص ولا جوج المليار ديال هاد الطريق هادي وديال هاد الفضيحة هادي اللي راهم يديروها اللهم ان هذا منكر وما كاينش شي فتنة قد هاد الفتنة في هاد البلاد هادي